السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة، معكم ميسو محمد شعبان وأنتوا على قناة فرنساوي الثانوي والإعدادي مع ميسو محمد شعبان. في الفيديو ده يا شباب هناخد أول حصة من تأسيس اللغة الفرنسية. هناخد النهاردة لزالفابي فرنسي، يعني الحروف الفرنسية. عايز أبشرك وأقول لك إن الحروف الفرنسية زيها زي حروف الإنجليزي بالظبط من ناحية شكلها وعددها، يعني نفس الشكل ونفس العدد، تمام؟ يعني مش هتبقى غريبة عليك، نفس الحروف بالظبط، تمام؟ بالنسبة لنطق الحروف الفرنسية هننطقها دلوقتي مع بعض، تمام؟ وخليك تكرر ورايا عشان تدرب نفسك، وفي الآخر بعد ما نخلصهم الحروف كلها بنطق ورايا هقول لك تعرفهم بالزاي مع بعض، هجمع لك اللي شبه بعض في النطق مع بعض كده ونعملهم أربع مجموعات كده بحيث إن الموضوع يبقى سهل عليك خالص وتحفظهم على طول إن شاء الله معايا في الحصة دلوقتي، تمام؟ اتفقنا؟ بس قبل ما نبدأ نقول إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعايز كل واحد فيكم يا شباب دلوقتي ينزل تحت يقول لي اسمه وهو من محافظة إيه؟ تمام؟ عشان أتعرف عليكم كده إن شاء الله، وبعد كده هنقول أسئلة أثناء الحصة كده وتجاوبوا عليها تحت بأمر إلا. يلا بينا نقول ليزالفابي فرونسي، يعني الحروف الفرنسية. أول حرف معايا يا شباب هو حرف الآ. حرف ايه يا باشا؟ ايه ده؟ حرف الا؟ حرف الا بس، هو كده حرف الا. طب حرف الا ده نعرفه ازاي؟ لو جيت اقول لك انت في اولى اعدادي فانت تقول لي ايه؟ بس هو ده، هو ده كده الحرف الاولاني، حرف قول ورايا تمام. تاني حرف بي، تمام. بي لما اجي اقول لك ايه؟ محمد بي، يوسف بي، ابراهيم بي، حرف البي ده هو تاني حرف في اللغة الفرنسية. تالت حرف حرف سي، 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 قول، تمام. دي، 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 او، او، او. حرف الاي في الانجليش اسمه هنا او، او، قول ورايا وفي الاخر اعلمك ازاي تعرفه على طول، او، 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 تمام. بعد كده اف، 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 تمام. وبعد كده جي، 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 حرف الجي في الانجليش اسمه في الفرنش جي، تمام، هو عكس جي، تمام. يبقى بدل ما اقول جي هقول جي، تمام. اش، اي، 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 اللي هو حرف الاي اسمه هنا اي، اي. انا دلوقتي طبعا بعرفك الفرق، تمام، بشرح لك ازاي تعرفهم، بعد كده هنقولهم مع بعض على طول مره واحده، وبعد كده هعمله لك مجموعات عشان تبقى الموضوع سهل خالص عليك، تمام. طب بعد حرف الاي جي، جي اللي هو اسمه جي هناك في الانجليش اسمه هنا ايه؟ جي، عكس الجي اسمها جي والجي اسمها جي، تمام، عشان ما تنساهمش. بعد كده حرف كا، 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 ال، 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 زي الانجليزي، ال، 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 ام، 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 ان، 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 او، 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 بي، بي، بي. شوية اللي فاتت دول زي الانجليزي، تمام. نيجي بقى على حرف ايه؟ ك، 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 اللي هو حرف الكيو اسمه ك، 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 اغ، 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 اس، 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 تي، 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 او، 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 في، في، في. بعد كده خلي بالك احنا قلنا ايه؟ في. طيب الحرف اللي جاي اللي هو اسمه في الانجليش دبليو اسمه هنا ايه؟ هو في الانجليش بنقول دبليو عشان هما اتنين يو لازقين في بعض، تمام. طب في الفرنش احنا قلنا الحرف اللي قبله اسمه في، فهنا بنقول دوبل في، دوبل في يعني اتنين في لازقين في بعض، دوبل في، تمام. بعد كده اكس، اكس، اكس. بعد كده ايغريك، ايغريك اللي هو حرف الواي اسمه في الانجليش اسمه في الفرنش ايغريك. بعد كده حرف زد، زد، زد. بس انا كده شرحت لك الحروف الفرنسيه، يلا بقى نقولهم مع بعض كده مره واحده، يلا. ا، ب، س، د، او، اف، جي، اش، اي، جي، كا، ال، ام، ان، او، بي، كو، اغ، اس، تي، او، في، دوبل في، اكس، اغريك، زد.
سهلين خالص، سهلين، وانا سهلهم لك دلوقتي كمان. عارف هعمل معاك ايه دلوقتي؟ هجمع لك كل مجموعه منهم مع بعضها عشان يبقى الموضوع سهل عليك خالص، وتركز على اللي هم ايه عايز تدريب عليهم بس. تمام، ما تنساش تقول لي انت منين ومحافظه ايه في التعليقات، وتشار الفيديو لكل اصحابك عشان الكل يستفيد. تعالى بقى يلا نفنطهم مع بعض كده او نقسمهم مع بعض. يلا، اول حرفين مع بعض شكل بعض في التون، يعني طريقه النطق نفس بعض زي بعض بالظبط. ايه هما؟ ا ك ا ك، الاثنين دول نفس التون نفس النغمه. تمام، طيب عندك بعد كده الحروف اللي هي شبيهه بالانجليزي زي حرف اف ال ام ان او اكس اس زد. تمام، دول الحروف دول شبيهين بالانجليزي. طيب نيجي بعد كده الحروف نفس التون برضو ورا بعضها كده زي حرف البي، حرف السي دي. يبقى نقول من الاول كده بي سي دي جي بي تي في دبل في. دول كلهم هتلاقي نفسك بتقول ايه؟ اي بي سي دي تي كده نفس التون. تمام، حطهم مع بعض كده هتلاقيهم نفس التون. تمام، نيجي بعد كده على شويه الحروف بقى اللي هم مختلفين عن اللغه الانجليزيه. تمام، هنحطهم مع بعض بقى عشان نتمرن عليهم ونحفظهم كويس جدا ان شاء الله. طيب اول حرف عندي حرف ال أ، حرف أ أ أ. تمام، اللي هو مش هقول بقى، مش هقول انا شرحت في الاول، مش هقول بقى اللي هو ايه في الانجليش، لا هنا هنقول على طول الحروف بقى. تمام، حرف ال أ أ، حرف الاش اش اش، حرف الاي اي اي كده، حرف الجي جي جي، كو كو كو، اغ اغ اغ، اي اي اي، ايغريك ايغريك. كده احنا قلنا حروف اللغه الفرنسيه وشرحناها كمان عشان تبقى سهله عليك. يلا بقى نقولها كلنا مع بعض كده مره واحده ورا بعضها عشان ان شاء الله ايه نختم الفيديو معانا. يلا، ا ب س د او اف ج اش اي جي ك ال ام ان او بي كو ار اس ت او في دبليو اكس ايغريك زد. تمام يا شباب، كده احنا خلصنا النهارده اول حصه في التاسيس اللي هو الحروف اللغه الفرنسيه لزالفابي فرونسي، يعني الحروف الفرنسيه. ما تنساش لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس وشير لكل اصحابك، وسيب لي تحت في التعليقات اسمك ومحافظتك، واستنانا ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. بفكركم يا شباب ان احنا هنا على القناه هننزل منهج الاعدادي كله ان شاء الله بالمجان لكل الناس. ما تنسوناش يا شباب من صالح دعائكم، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد. طبعا يا شباب في الصوره المصغره بتاعت الفيديو هتلاقي كده اسم الفيديو في الصوره بتاعته، اسم الفيديو وجنبه كده رقم 1 2 3، يعني الفيديو الاولاني هتلاقي 1، الفيديو الثاني 2، الفيديو الثالث 3، عشان تتابع كورس التاسيس ورا بعضه كده ما يفوتكش اي فيديو ان شاء الله. تمام يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.